مريم الآن معها أخبار الأحوال الجوية. مريم مساء الخير. مساء الخير تاهر. تفضل. أهلا بكم. يصادف اليوم موعد دخول موسم الوسم على شبه الجزيرة العربية والسعودية، ومن العلامات الدالة على ذلك ظهور السحب وبداية تغير حركتها من الشرق إلى الغرب، وتكون الأجواء رطبة إلى حد ما مع تقلب اتجاه الرياح، بينما تكون الأجواء معتدلة تميل للحرارة قليلا في ساعات النهار وباردة في ساعات الليل المتأخر. وفي هذه الفترة تتأثر منطقتنا بانزلاقات علوية ناتجة عن منخفض متمركزة فوق حوض المتوسط تؤثر على المنطقة بتقلبات جوية وحالات من عدم الاستقرار المتتالية طيلة أيام الوسم والشتاء. أما في العراق فقد أفادت مديرية الأنواء الجوية في إقليم كردستان أن أغلب مناطق الإقليم تشهد خلال الأيام المقبلة تساقطا لأمطار غزيرة مع احتمال حدوث فيضانات جراء ذلك. هذا وقد أسفر هطول الأمطار الغزير في الأيام الماضية عن أضرار مادية لعدد من المنازل في مناطق سوران ورواندوز وبلكياتي ومناطق أخرى، فيما لقي أب وابنه مصرعهم إثر ذلك في قضاء رواندوز مساء يوم أمس. الأضرار الجسيمة جراء الأمطار الغزيرة لحقت بالجزائر أيضا، حيث أدت الأمطار الكثيفة المتساقطة على البلاد وتحديدا في بلدية عين فكان من ولاية معسكر إلى هلاك العشرات من رؤوس الماشية، كما أتلف الاضطراب الجوي جملة من المحاصيل الزراعية، حيث سجلت إتلاف أكثر من 350 هكتار من البطاطا والجزر و6 هكتارات من الزيتون. وحصل هذا في 48 ساعة الماضية التي شهدت تساقط لأمطار غزيرة، ولكن التوقعات تشير إلى عودة الاستقرار في الطقس ابتداء من اليوم. هذا الفيديو مشاهدينا توضيحي. كان هذا كل شيء، شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة.